الحلقه اليوم غادي نهضروا على الفلوس. جو سوي سيغ كو فايت لكم سمعتوا هذه الجمل اللي هي فلوس وسخ الدنيا، اللهم يكون في جيبي ولا يكون في قلبي. يا لطيف كاع اللي عندهم الفلوس تقرام، مساكن اللي دايرين الفلوس ما شابعينش حتى في النعاس ولا في كرشهم. تخيلوا معايا الا عندكم شي واحد ما كتبغيوش ما مفاهمينش معاه وعرضتوا له الدار ودرتوا له شي عرضات ديال الفريع، واش غادي يجي لعندكم؟ ما غاديش يجي. علاش؟ حيت حاس براسو ما كتبغيوش، حاس براسو بما واخا هكاك ما محبوبش. علاش غادي يجي يضيع وقته ويجي لعندك؟ النجاح اولا الفلوس سي لا ميم شوز. لا يعقل شي واحد يكون عنده هاد الاعتقادات مفلسه في حياته كما بغاو يكونوا على الفلوس على النجاح على الناس اللي عندهم الفلوس ويتمنى واحد النهار هذيك الحاله غادي يوصل ليها. ما يمكنش الواحد ما كيجلب لحالته ولحياته غير الحوايج اللي هو كيامن بهم، الحوايج اللي هما عزازين عليه، الحوايج اللي هما مهمين في حياته، الحوايج اللي تبهط فيهم ملي كنت كنمشي للميديكال كندير لي فورماسيون ديالي هما الناس تماك. العلاقه ديالهم اللي عندهم مع الفلوس خياليه. دايوغ ملي كيتلاقى معاك شي ميديكالي ثلاثه ديال الحوايج كيقول لك: سلام، شنو سميتك؟ شنو كدير؟ شحال ديال الفلوس كتربح؟ حنايا جايين من المغرب، انا جايه انطوكا من المغرب، جاتني بحال شي شوك. كنقول واو كيفاش هما بسطوا الحوايج. واحد النهار بديت كنهضر معاهم بغيت نفهم ايش اللي خلاهم كيهضروا بواحد السهوله على الفلوس. لقيت تماك في الميريكان كيبغيو الفلوس نون با الورقه اللي هي خضراء، نو كيبغيو السعاده اللي كتجلب ليهم بالحوايج اللي كيمكن لهم يديروا. مثلا يفتحوا لوالديهم، يصيفطوهم للانفواياج، يقريو وليداتهم في احسن مدارس، يشريو احسن ما كاين في الحوايج ولا في الطوموبيلات. الفرق بيننا وبينهم سيكو هما عندهم اعتقادات ايجابيه على الفلوس، حنا عندنا اعتقادات سلبيه على الفلوس. وكنقولوا علاش كنسمعوا ديما في الميريكان لو غيف امريكان، اللي يقدر يمشي تما كيقدر ينجح. حيت لا يعقل كما قلت لكم قبيله يكون عندك اعتقاد مفلس باغابوغ شي حاجه، الصحه، الذات، الفلوس، النجاح، وتوصل ليها. دونك لو ميساج ديالي ديال اليوم الله يخليكم ردوا البال شنو هما الاعتقادات اللي عندكم فيزافي النجاح، شنو هما الاعتقادات اللي عندكم فيزافي التصحيحه ديالكم، شنو هما الاعتقادات اللي عندكم فيزافي الفلوس. الا كان شي اعتقاد اللي هو مفلس الي غران طون دابا باش تبدلو، حيت الا بدلتي الاعتقادات ديالك من شي حاجه اللي هي سلبيه لشي حاجه اللي هي ايجابيه النتيجه ما كتبقاش بحال بحال. الا هاد لا فيديو عجبتك طاقي شي صاحبك اللي خاصو يتصنت ليها وخليو ليا ان كومونتير. كانت معاكم ناهد رشيد، هذا هو، الله يحفظكم.